34 بلاء كان يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وأعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. استعيذوا بالله منها وذكروا بها المسلمين.